ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة والقول بأن النعيم يكون في القبر؟ لا مانع من ذلك إن الإنسان أن الروح تنعم في قبرها وتنعم أيضا في الملأ الأعلى، لأن الروح لها خاصية أنها تجي إلى الميت وفي قبره وتصعد إلى السماء. روح المؤمن، روح المؤمن لها اتصال ببدنه وهو في القبر، وهي في الملأ الأعلى وفي أشجار الجنة تسرح تأكل من ثمرها. نعم.